بسم الله الرحمن الرحيم، متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكاتب الصحفي التركي الشهير إبراهيم كراجل والقريب من دوائر صنع القرار يعود من جديد ويكتب تحت عنوان إنهم هناك أولاد أو أطفال بيزنطة يستعدون للهجوم في داخل تركيا، سوف ينصبون مصيدة لتركيا في بحر إيجا. لمعرفة تفاصيل ما جاء على لسان إبراهيم كراجل أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية. أطلق إبراهيم كراجل تحذيرات مهمة ضد فخ ينصب من الولايات المتحدة الأمريكية واليونان ضد تركيا. وجه رئيس تحرير تي آر خبر، وهذا المنصب الجديد لإبراهيم كراجل بعد أن توقف عن الكتابة في صحيفة يعني شفق، يقول أن هناك فخا أو شركا ينصب لتركيا في بحر إيجا، وكتب على تويتر: الأزمة ستنفجر في بحر إيجا مثل أوكرانيا. وأكد كراجل أن القواعد التي أقيمت في اليونان لا علاقة لها بحرب روسيا أو موجهة ضد روسيا، وأن الكتلة الغربية الموجودة في بحر إيجا تستعد أو تتجهز لحرب تركيا. وأشار إلى القواعد الأمريكية التي أقيمت في اليونان في سلسلة من تغريداته، حيث أشار كراجل إلى أن هذه القواعد لا علاقة لها بالتهديد الروسي، لكنها أقيمت ضد تركيا. أزمة مثل أوكرانيا ستظهر في بحر إيجا، أي أن إبراهيم كراجل يتنبأ بحرب جديدة سوف تكتوي بها المنطقة، هذه المرة ليست في البحر الأسود إنما في بحر إيجا الذي يفصل بين تركيا واليونان. كتب إبراهيم كراجل حول هذا الموضوع بخصوص المصيدة في بحر إيجا، وأضاف: الأزمة ستنفجر في بحر إيجا مثل أوكرانيا، هذا واضح وقريب، هذه القواعد لا علاقة لها بروسيا، إنها استعدادات ضد تركيا، يجب على تركيا أن تتصرف بسرعة، يجب ألا يترك العدو وراءنا، يجب أن ينتهي عملنا في الجنوب بسرعة كبيرة، كما يتم التنظيم السياسي الداخلي وفقا لذلك، في إشارة إلى المعارضة والتي وصفها بأنها أبناء بيزنطة، ويطالب الشعب التركي بالاستيقاظ والحذر والانتباه لهذه المؤامرة الكبرى. ويشير هنا إلى القاعدة التي أقيمت في الإسكندروبوليس، وهي قريبة تماما من إسطنبول، 20 كيلومتر فقط من الحدود البرية، ويتحدث عن الجزر التي يتم تسليحها في بحر إيجا في مخالفة لمعاهدة لوزان. يقول: إنهم هناك الأطفال البيزنطيون يستعدون من الداخل، في إشارة إلى المعارضة التركية والتي تضع أيديها مع أمريكا والغرب في مواجهة الداخل التركي لمحاولة تغيير الوضع السياسي بالإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان. ويقول: لابد من تنظيف الحزام الجنوبي الإيراني المتوسطي، يجب أن نقوي أيدينا ضد التهديد في الجزر. إن جبهة الاحتلال الداخلي، وهنا يسميها دائما إبراهيم كراجل في إشارة إلى الحلف الذي يجمع العديد من القوى السياسية المعارضة للرئيس رجب طيب أردوغان، إضافة إلى جماعة فتح الله جولن الإرهابية وكذلك حزب العمال الكردستاني. ويقول أن القواعد في بحر إيجا تنشأ بنفس العقلية الاستعمارية، وإنهم يستعدون لحصار تركيا وإقحامها في حرب جديدة ووشيكة. ويقول: ينبغي على تركيا أن تنشئ فورا الممر في شمال سوريا، في إشارة للعملية العسكرية التي تنتوي تركيا القيام بها في الشمال السوري من أجل إعادة توطين 2.5 مليون لاجئ سوري يقيمون على الأراضي التركية. وقد استغلتهم المعارضة التركية استغلالا سيئا لمحاولة الضغط على الرئيس رجب طيب أردوغان واللعب بالمشاعر استغلالا للضائقة الاقتصادية التي تضرب العالم كله وتركيا جزءا من هذا العالم. يقول إبراهيم كراجل: يجب على تركيا أن تنشئ الممر على وجه السرعة في شمال سوريا، حتى لو كان ذلك يعني الانتحار، يجب ألا يتم التدخل، يجب ألا تسمح للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أبدا بالوقوف على حدود تركيا.
هنا يحذر من القواعد الأمريكية المحيطة بتركيا، وخاصة في المنطقة أو في الشريط الحدودي مع الحدود السورية البرية، فضلا عن الحصار المفروض في بحر إيجا وكذلك أيضا في البحر المتوسط بالقرب من جزيرة كريت حيث تتواجد القواعد الأمريكية. لا شك أن هذا الخطر الداهم والاستعداد للحرب وهذا الحصار المفروض على تركيا، يشير إبراهيم كراجل قبل مدة أن الجيوش التي تتجمع في المنطقة الغرض منها كله حصار تركيا وإنهاء الصعود الكبير الذي يقوم به الرئيس رجب طيب أردوغان. ويقول كراجل سيقيمون الفخ أو سينصبون الفخ لتركيا في بحر إيجا والجزر، في إشارة للجزر في بحر إيجا والتي يقومون بتسليحها ووضع القواعد الأمريكية فيها. حوالي 9 قواعد أمريكية توضع الآن في اليونان لمحاصرة تركيا من كل جانب. سوف ينصبون الفخاخ لتركيا في بحر إيجا والجزر تماما كما نصبوا الفخاخ لروسيا في أوكرانيا. وهنا يميل إبراهيم كراجل أن ما جرى في أوكرانيا كان مصيدة حيكت بعناية للإيقاع بالدب الروسي، ويقول يجب حل الجبهة الجنوبية على الفور، يجب إيقاف الذين يفتحون بوابات القلعة من الداخل، في إشارة للمعارضة التركية والتي تنفذ أجندة خارجية لمحاولة تمكين الخارج من الداخل التركي لإسقاط وإيقاف تركيا. إبراهيم كراجل يحذر دائما من هذا التحرك الغربي لإيقاف تركيا وصعودها الكبير. إبراهيم كراجل والذي بشر مرارا وتكرارا بأن هناك نهضة تركية قد بدأت وأنها لم ولن تتوقف وأن هناك تحالفا كبيرا يهدف إلى إيقاف هذا التحول الكبير في العالم الإسلامي. وهنا يقول أنهم يريدوا أن يفتحوا القلعة من الداخل بواسطة هؤلاء العملاء، وهم مجموعة من السياسيين كما ذكرنا، وكذلك أيضا يجمعون في طياتهم العديد من القوى الإرهابية كفتح الله جولان وحزب العمال الكردستاني وغيرهم. ولقد استخدموا كل الأدوات الرخيصة لمحاولة إزاحة الرئيس رجب طيب أردوغان ببث الشائعات، فضلا عن استخدام ورقة اللاجئين والخطاب العنصري الذي لا يتوقف أبدا ومحاولة النفخ فيه وتحريك الشارع في اتجاه أن الأزمة الاقتصادية منبعها من ملف اللاجئين. ولك أن تتخيل أن عدد سكان تركيا تجاوز 80 مليون نسمة، وأن عددا من بضع ملايين لا يمكن أن يكون هو المؤثر في كل شيء. نجد معارضة عاجزة كما يوصف إبراهيم كراجل، عاجزة عن وضع حلول، عن طرح أفكار سياسية، ولذلك تتحجج بهذه الحجة دائما وهي حجة واهية. ولكن كما تعلمون أن سلاح الشائعات سلاح صعب، لذلك تسعى الدولة التركية في الأيام القادمة وضع قوانين تنظم هذا الملف الذي يتعلق بالنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبث الشائعات وإشاعة العنصرية في البلاد. كل هذه الأمور ستكون تحت طائلة القانون في أسرع وقت بإذن الله تعالى. إذن عودا حميدا للسيد إبراهيم كراجل، ونهنئه بمنصبه الجديد رئيسا لتحرير تي آر خبر التركية. نسأل الله عز وجل أن يوفق تركيا ورئيسها لما فيه صالح الإسلام والمسلمين. متابعين الأعزاء، إن كانت مادة هذا الفيديو قد أعجبتكم لا تنسوا أن تدعمونا بتسجيل إعجابكم والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.